وحي ما أنت كشفتي دور شلني هي ذي هني قرقة إن أنا كريم بينو سرت وحي على كذا أي هدارك تان ما أنك ما أنت الكيني وحي موجس إن أنا وحي نو بسني وين استوشين أنا كريم ما واحد على كذا استوشين والله ما وقضوا إسبرون يا كسر بحان إسلقفك إسلقفك إن استوشين جاي ما واحد على كذا مشارح كلاش كتيريو وانتم تقوم محكمة تيجيو وتيجيو مقامة سي وساري تعليم تو ولا انك ايقا فهبا ولا قرهي بي ماركتي وقاد وقاد ياسين عبد ياسين عبد الله حاش صوتكو قال عقتي ودا كوردان ايوكو قرقي نيل فيو قبطها ولا يبلا نجري أردو حصل عليه. ما كنت تعرف إذا ما أعطينا. بوليس كي ولا تكسني. لون ميل الله إنه في يوم قبته. ده الكينة. وقبل يلا دي يك أول سبعي. إذا كا قارن كا. يه بوليس كوه. بوليس كا. هو حلو دي بقى أو ما دحنا قلنا عد. ده بوليس صبر تي. أو قارن يسيب بوليس كشغال يسه. بوليس كشغال يزوح ويا بولس ونقطة سكيورتيكا يا شرعي يا عليو ذات كان الله صاحب الكوميونتيكا ميلتري واحد ويا هبل سودلي كوم انا اوكي وسودلي يا بوتي واحد لو بي بيجي كيرو ريال جيسو ومركي ورانا حسي والي وحدك حدك 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 سي يا مع المدعوين او قدروا البوليس كحكم بوليس كما قرر معي وكان يقول لهم شبه لا عيد حصاره اللي ما جرتو هذا حصاره اللي ديدو شرع ديدو اسلام هو نقول يا تلي هو كان كساحل كحدن وابتيك يا هي حري وربحا وحنا ابد نفتانو هي بو علي كتشو نكرا كل ودن كل ميه غير شرحاني انت بوليس هو تغوي ابدي هذا ليس أسيلين طبعا سأل الله حكومة ليس أسيل وما تريريس ما إلى بعد يقول هذي وتوقعكم فرتوقع تلية عيدا كان بوليس هو كاس إلى بعد يقول هذي هاي ذي إنه واقوة عرقتي ما قال ذي إنه ولي عرقتي هذوي ما كان بوليس كاس يجوا يسكون تلاعب ما ينو لا بد دهما ما حاين إنه هذا السنة مقارنة ما ذي يسوي بشر كهرب بل وحي نكون فاني كرنو اي شيء وحي نكون فاني شيء وحي نو لسين ما جرت هيو الباز لا تاكت حبر با تاكت اي هذا صوصا شرعي وحدا ندك و دمن شرعي ما كل ميه كك شرع حنا لا سعانو سيدي سنو كو جري بعد ما كان سوماليا وانا شرعي سوى شو شرحي كي تجي حفلتك غيب قالي نين ولوين أو رئيس وزاري أو تجي سو سودان سو مال حفلة دينا وحرية تو حاس مقارب بين غورنا حوار غورنا أنا كنت غور من مقالة دينا زين ولا عرفت ماش تشتم كا وحكا قبيا بوند دير بريتشيا هيك قبيا كاين شريط اللي قاعد سيدي السنه ورجال بالي خاطر بكو جرا دات كو واحد اورين جرا وحي وحما ترى ما جرا وحي وحي ترى جرا بقف دوريا وحما قبت بها ان كوار دات كاين ان وح قبتها مو مدين المدونيه كرسي فريسان لو قلت هي اللي مايا ما غير فريسيدا وافشل ميا وح قبايا ما جرت ما غير وح وي دالك وح باهي هي يتبدل بو باهي هل كان الدوري كبدل له waxa weeye inaan sameysano baarlamaan fiican iyo deegaan fiican marka la yimaado dalkeena wax is qaban waaya nabadeena iyo nabadgelyadeena ee ku dhisan dad soo galay oo walaalaynahay iyo fulxumada macaasimadeena ayaa is qaban la wala naxaya laakiin gudaafada inaga qaadi waayo ayaa ragii gudaafada qaahay loo dilayaa ka waram ilaahay ku daaray ساكي قد أنا هم قد أفتح هذا
oo wadaha dhiseen ayaa loo dilay oo la xilxilaya deegaanadii. Seen ku geli meela doorasho madaxweyne waanu tegnay insha allahu tacaala. Doorasho seen lagu geliya maanta waa aragtay bahashan soo saar. Anagu wadnay si kasta yeelay xishoonnay lanayidi way la iibsoo mucaarad ma jiro oo ceebtana raacday waa laga sii daraya. Laba bay taagan tahay inaan doorashadaasi doorasho xalaal oo wanaagsan noqoto iyo inaan iska duuduubnaayo dimuqraadiya socon mayse aynu ku noqonaa wada tashi qaran. Tiiburima ka dhacay 93 oo kale ee lagu bedelay Cabdiraxmaan Tuur deen talag saqiiqala saab samayna wey hadday doorashadu socon weyn talag kalenu keenna insha allahu tacaala dagaal sokeeya geli mayne. Wallaahi inta waxaan ka shaqaynayay inaan dagaal sokeeya dhicin yacni waxayna soo mareen markaa waan qarinayaa insha allah buuggeyga dabaan ku qori doonaa magan fitaar maqdeen saddex sababood inta jar aanu ka saarnay ee iqarka u joogsanay haddaanu ficiltami lahayn waddankeenu khatar geli lahaa ciidaa ka badan waxa weeye mar haddaynu sharcigan qoray ku socon weyno mar haddaynu dhaqankeyna ku socon weyne maxamed xaaji raaci gal magu joogay sheekh ibraahim baan odhan jirnay waxa galeen waa sheekh ibraahim arrintaas jirtay madaxweynaha u sheeg albaabku jabijabi waxaa la odhan jiray wardayda ninka naga qabta waa dhaqankeyni taab siyaasi marka tiraa waa xaajiga la hadla ma wada hadalo albaabka nooga fulayda waxaas yidhi qaban mayse xaajiga haajiga la qabta haddaan isku muruxsano anu ma doonayo inaan jaamac yar noqdo moogti oo naajee bookeen ama doonayo inaan rahmat ama nabad daa ka shaqeynay muusana ma rabo inuu ku noqdo muusi 49 oo madaxweynaha tuuro maan doonina kana kala gaala hadda waa walaal yar gaala dadayno fiyo qabtayo dalkeena oo qabyaaladii iyo kale oo isbay ciidanka qaranka iyo booliiska waxaa loo dhiibaa oo madax noqdaa cid dee booliis soo baratay oo garanaysa booliiska shaqadiisa. Booliiska shaqadiisa waxa weeye inuu noqdo security-ga iyo sharciga ilaaliyo dadkana la saaxiibo community-ga military waxa weeye hebel soo dilay command okay uu soo dilay abowti waxaa loo dhiibay ku yaroo ree halkeyso oo markii horena xisi waalay oo xidig siiyay ya maxaa uu madaxweyne uga daro yihi booliiska xunka booliiska ma garan maayo waa ka aniga nooha jabeele cid xasaara lihi ma jirto haduu xasaaradna diido sharci diido isna ma wuxuu noqonaya taliye laba dhowr isku reerrumanu kala noqon doona ila qaar kan qaaranka ayna hayaye sharci baan ku soconaa anigu loo hanjabiya weliba anaga dawaaka inanka saaxilka xidhan uu abtiga yahay xiray war maxaa wuxuu dhahay abtu dabtaan waxay buu yidhi waxaan leeyahay ka joog nin kala wadani kulmiya ka sharaxana inta booliiska uu tagay buu yidhi abti haddaan iscasilin 10 la ku xukumaya iscasi waa ma terrorist bay ilaabaan tuulaa horta waa kaa horta waa kaa taliyaha ciidankeena booliisku waa kaas ilaahay baa idinku dhaaray hay-adaheena waa kuwa aragtay magaaladeena waa ay aragtay oo hadduu imika booliiskaasi jabay isku talaabo mayno labada dahaba maxaynu inoo dhisanan qarinimada iyo soo ceshada ku helay bal waxaynu ku faani karno ii sheega waxaan ku faani